في هذا البناء الآلي للسقوط تقطن عائلة أم حسن بعد أن عجزت عن تأمين تكلفة استئجار بيت في مدينة إدلب. يبيع هؤلاء الأطفال أحلامهم على الرصيف لكي يؤمنوا كفاف يومهم من خبز وماء بعد أن فروا من تهديد القصف الذي دمر قراهم. يعيشون الآن تحت تهديد انهيار البيت الذي يقطنونه. حسينا ودرينا ان الطيران فوقنا، حطونا في سيارة الإسعاف وطلعنا. وطلعنا، رحنا درنا ما خضينا مطر حدا درنا، كله أجارات وغالية. يوم لقينا هذا البيت المهدوم، استقلنا به. أم محمد تعيش وبناتها في هذا البيت الذي تعرض لغارة جوية. غالبا ما تعجز أم محمد عن دفع إيجار البيت، ناهيك عن نفقة أحفادها. تعيش هؤلاء النسوة بلا معيل يخفف عنهم شظف العيش. مأساتهم صورة مصغرة عن مأساة آلاف النساء الأخريات في الشمال السوري. بدنا دروي نتدرى لهون بدروة حيط، وإجينا نحن لهون أخذنا هالدور هودي واحدة بعشرين وواحدة بخمستعشر ألف، وقعدنا هون ومعانا أطفال 15 طفل. أدت الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وحلفائه إلى تهجير مئات الآلاف من العائلات، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ المدن الآمنة وارتفاع أجور المنازل فيها، إذ يتراوح إيجار المنزل بين 100 دولار و 250 دولار، وهو مبلغ لا يقترب حتى من متوسط دخل معظم أهل إدلب والشمال السوري. اختناق سكاني كبير يشهده الشمال السوري جراء تهجير مئات الآلاف من بلداتهم وقراهم، يقابله ارتفاع كبير في أسعار استئجار البيوت التي يعجز عنها غالبية المهجرين، الأمر الذي يجبرهم على تحمل مرارة العيش في بيت آيل للسقوط أو خيمة مهترئة. برنامج الرئيسي العربي.